السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى أن تشاركونا بالحلقة. للمشاركة بالحلقة أرقام الهواتف ظهرت أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. اللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان، لي جوا أكو رقم بصفة إشارة الواتساب. أحب أذكر رقم الواتساب، ما أقدر أستقبل عليه اتصال، ما أقدر أستقبل عليه رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل عليه أي فيديو، فلا حد يزعل علينا. اللي يريد يشارك عن طريق الواتساب فقط رسائل مكتوبة أقراها بالدقائق الأخيرة، لأنه رقم الواتساب ما مربوط ويا الاستوديو، فما حد راح يقدر يسمعك. شكرا جزيلا للمشاهدين. نبدي حلقتنا بأول ملف ويانا، هو ملف تصفية المعتقلين داخل السجون الحكومية. عندنا جريمة سوتها السلطات الحكومية، جريمة بكل معنى الكلمة. اللي صار، أعدمت السلطات معتقل من أبناء مدينة الموصل رغم ثبوت براءته. يعني تخيلوا ينعدم بريء، ثبتوا براءته من التهم اللي لزقت به بأدلة. قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق وضح هذا الشيء وقال أن السلطات الحكومية بسجن الكاظمية ببغداد نفذت حكم الإعدام بحق المعتقل خالد عبد الرحمن محمود، على الرغم من قيام المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقه بوقت سابق، ورا ما توفرت أدلة جديدة تثبت براءته. وقالوا راح ينعاد التحقيق بهاي القضية، لأنه أكو شخص ثاني هو اللي نفذ الجريمة مو اللي انعدم. حتى تشوفون اللي صار هناك، عندنا أول مقطع موجود ويانا يظهر لكم هاي الحالة، تفضلوا. هاي الصورة اللي جاي تشوفوها مشاهدينا الكرام، هذا الشخص اللي انعدم، هذا الشخص اللي انثبتت براءته بالأدلة، هذا الشخص اللي نطوا براء يعني شهادة وفاة يوم 4/5/2023، وسبب الوفاة الإعدام شنقا حتى الموت. تخيلوا ينعدم واحد بريء، ينعدم واحد المحكمة مبرئته وموقف حكم الإعدام، فيا ترى شنو الشيء القانوني بحق هذا الشيء؟ المحامين والناشطين وغيرهم وغيرهم لما يشوفون خالد عبد الرحمن محمود اللي انعدم شنقا حتى الموت هو بري، شنو الموضوع؟ اللي نفذوا حكم الإعدام شلون نفذوا حكم الإعدام؟ والمحكمة اللي صدرت أمر ببراءته، زين سؤال، المحكمة اللي قالت خالد بري وما له علاقة بهاي الجريمة راح تفتح التحقيق، ولما يلزمون واحد ثاني همين يحكمون عليه بالإعدام مثلا للجريمة اللي كان خالد ملزوق بيها، وورا ما يسوون هذا الشيء شو يقولوا لعبد الرحمن وأم خالد؟ يقولوا لها نعتذر، آسفين. عندنا جريمة ثانية مشابهة للي يصير بداخل السجون الحكومية من تصفية للمعتقلين. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال بوقت سابق أن المعتقل فؤاد صبري لهزيماوي، هو من أهالي قضاء الخالدية بمحافظة لمبار، توفى بداخل أحد السجون الحكومية ورا 13 سنة. يعني شخص 13 سنة بالسجن، ليش؟ لأنه مخبر سري وشبيه واعتقلوه الخاطر هذا الشيء. المركز قال أنه الهزيماوي أنهى مدة محكوميته، يعني 13 سنة الحكم ما تكملهن قبل فترة موسى، لكن إدارة السجن ما قبلت الطلعة. وراها تبين الأهلة أنه السلطات اللي على السجن قامت بتصفيته. خلونا نشوف هذا المعتقل الهزيماوي اللي تمت تصفيته وراء 13 سنة من بقاء بالسجن. شاب صغير العمر تمت تصفيته بسجن بسبب مخبر سري ما لنا علاقة باللي صار، لكن واحد قضى مدة محكوميته. أي متهم يقضي مدة محكوميته في كل سجون العالم شقد يطول؟ سنة، سنتين، 10، 20، كملهن خلاص، الله وياك اطلع. نيلسون مانديلا انسجن وطلع وصار رئيس جنوب افريقيا. هذا نحكي بالعالم. ليش بالعراق اللي قضي محكوميته يبقى بالسجن؟ ليش ما يطلع؟
ليش اللي كمل المحكومية يبقى محتجز داخل السجون والابتزاز بحق أهله مستمر؟ لا، وأتوقع اللي يكمل محكوميته أو اللي حصل براءته الابتزاز أكثر، لأنه أهله ما يصدقون يردون يشوفون ولدهم. بس مع الأسف الهزيماوي وخالد عبد الرحمن شافوا جثمان ولدهم، واحد كمل محكوميته والثاني بريء والمحكمة برأته. الناس لما شافت هاي الصور علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة تويتر عفوا، التغريدة عندنا إلى ناري تقول الله أكبر، رغم الإفراج عنه اغتالوه، لا قانون لا حكومة تنقذ وتحرر السجناء من المافيات. أنمار الدليمي يقول المعتقلين السنة كلهم راح يلاقون نفس المصير، ماكو إفراج قبل لا تخلص محكوميته بأيام، يصكون داخل السجن. طبعا هذه الجريمة تضاف إلى مئات الجرائم داخل السجون وليست الأخيرة. ابن بابل يقول نفس حادثة صارت ببابل، اعتقلوا شخص ومات من التعذيب وطلبوا من أهله أموال حتى يسلمون جنازته، وهددوا أهله وقالوا لهم إذا اشتكيتم سوف يتم تصفيتكم، دولة صار يحكمها المجرمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلي القيسي يقول هذا لو من ربعهم كان فلتوه من زمان، مثل قاتل هشام الهاشمي ومهندس البلدية و و و و و يعني يقصد أكو هواية جرائم صارت، جرائمهم لا تعد ولا تحصى. فكانت هاي أول قضية نحكي بيها اليوم اللي هي قضية تصفية المعتقلين داخل السجون الحكومية. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله. بالأول أستاذ أفل نقول الرحمة والخلود لشهداء العراق، والرحمة أيضا للذين تقتلهم الميليشيات وأحزاب السلطة، منهم في السجون ومنهم الذين تعتقلهم في الناشطين في التظاهرات في كل مكان، والخزي والعار لهاي الحكومة الفاسقة ولأحزابها السلطة. وما طول مهما يكونون إحنا عراقيين أستاذ أفل نشوف هاي المواقف من أحزاب السلطة أو من الحكومة اللي جاي تأثر بينا، فهم ناسنا وأخوتنا وأبناء شعبنا. للأسف إحنا قاعد نشوف القضاء العراقي أو الأحزاب السلطة اللي صارت من 2003 ولحد الآن بنشوف للأسف ما عندنا قضاء عادل ولا حكومة ولا وزارة داخلية إنه يعني تفرق بين المسيء وبين البريء. للأسف إحنا عندنا هذا الحقد اللي المخبر السري أو تهمة أربع إرهاب، يعني المعروف عرفناها أربع سنة لاحترامات إخواننا وناسنا أهلنا وشعبنا. فللأسف هاي الظاهرة اللي قاعد تصير يومية ما يقارب إلى أكثر، نقدر نقول عشرات القتلى وعشرات الإعدامات، يبقوا مع العلم إنه القضاء براهم والقانون براهم. فإحنا نطالب يعني من خلال قناتكم الموقرة إنه رئيس الوزراء أو وزارة الداخلية إنه الناس هذول الأبرياء ليش ما يتم محاسبتهم من يكون القضاء العراقي براهم؟ ليش ما يكونون انه هاي الماده اللي هاي سيئه الصيت اللي قتلت الناس واللي ما زالوا انه في السجون السريه اكثر من 10 سنوات و15 سنه والحكومه ما تنفذ عليهم حكم الافراج عنهم؟ هاي كلها امور لازم تتحمل الحكومه وزاره الداخليه. هذا يعتبر حقد على ابناء شعبنا وابناء وطننا العراقي، يعني من شمال الجنوب كثير عندنا ناس من المعتقلين انه ماتوا او بسبب التعذيب او بسبب الجوع او بسبب الحار، اللي هاي قاعدين نشوفها من فتره وفتره، ناس دي يتقتلون، ناس دي يعني يصير عندهم كوارث. للأسف ماذا نشوف؟ لا محمد الشاع السوداني، لا من كاظمي، لا كل الحكومات. إحنا نريد نعرف كعراقيين من خلال قناتكم من هو اللي قاعد اللي مسيطر بالأحزاب السلطة أم رئيس الوزراء اللي يسير الأمور العراق؟ إحنا إذا كانت أحزاب السلطة اللي هي تسير الأمور، فإحنا للأسف إحنا ما نصير عراق وما نصير إنه وحدة عندنا وطنية ورئيس وزراء نفتخر به. هذا رئيس وزراء مجرد قايلين يعني. أبو عمر أنت سأل السؤال، أنا أرد أوجه الكيا لك، أنت تقول منو يقود البلد، الأحزاب لو رئيس الوزراء؟ أنت شو تقول أستاذ؟ أكيد من هاي الجرائم أكيد الأحزاب،
الاحزاب اللي قاعده تقود البلد ولا الاحزاب اللي قاعد تقتل واللي قاعد تعتقد مبنانا واللي قاعد تهجر. احنا رئيس وزراء شنو منصبه؟ شنو موقعه من هذا الوجود اللي يعني 40 مليون نسمه هو بذمته شرشوبه حقوقه مسلوبه؟ اكيد اكيد استاذ افل. فاحنا يعني اللي قاعد يظاهر يطالب حقه اعتقلوه ضربه، اللي يطالب سلم الرواتب تعديل الرواتب قتلوه واعتقلوه او اخذوه او منعوا التظاهر بحقه. احنا من خلال قناتكم نريد نشوف الحق المواطن العراقي. يعني جاي يعتقل، جاي يضرب، جاي يعدم بدون اي تهمه موجه عليه واي اثباتات. فللأسف ما زالت هذه الأحزاب ومهما كان ظلمهم لابد يجي يوم وتسحق هاي رؤوس الأحزاب الفاسدة وعمايهم الزفر اللي دمرت العراقيين. وما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وتحياتي إليك، تحياتي إليك أبو عمر. شكرا 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 إليك أبو عمر. لما قلنا على منصب رئيس الوزراء بالعراق شارتشوبة، أكو دلائل هواية. تخيلوا رئيس وزراء مثلا حيدر العبادي منع يدخل مكان أو قضاء أو محافظة. ليش؟ لأنه اكو ميليشيا مقبلة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يطب وهي تتبع إليه مثل ما هم يقولون. لما نقول رئيس الوزراء شرشوبة، تخيلوا منزل مصطفى الكاظمي لما كان رئيس الوزراء ينضرب بصواريخ وتنعرف الجهة اللي ضربت بيت مصطفى الكاظمي المن تتبع واليا ميليشيا وما يقدر يحكي وياهم. وهددت ميليشيا أو الحشد هددوا أنه يقصون إذانه إذا حكي. لما نقول عليه تشرشوبة اللي دا يصير بالعراق هذا كله، هاي نقطة. نقطة رقم اثنين، السجن هي مؤسسة حكومية. هاي هواية قلتها وراح أرجع عيدها، عبارة عن مؤسسة إصلاحية. إصلاحية لمن؟ مو للبريء. البريء ما يطب سجن، البريء ما يشوف السجن، البريء ما ينحكم داخل سجن. لا، المذنب اللي فعلا سوى جريمة لما أكو قضاء عادل وأكو تحقيق صحيح وأكو جهة تحكم بعدل، مو ينحكم واحد براءة وينعدم، هذا مو عدل. فمؤسسة إصلاحية تدخل إلها المحكوم اللي مسوي جريمة تحكم على الجرم مات الفئة أو الجهة أو المدة الزمنية اللي لازم يقضيها 10 12 13 15 20 وما فوق 20 فهو مؤبد. فالسجن لما أنت كلبش تجول سجن وما يطلع، هي هاي أكبر تعلوم إله. فلما نقضي مدة محكوميته مثل فؤاد الهزيماوي ماكو داعي يبقى جوه، خلص. نروح إلى قضية ثانية، هي اللي سواه عمار الحكيم بالبصرة زعيم تيار الحكمة. زار محافظة البصرة، لكن الملفت للانتباه أن محافظ البصرة أسعد العيداني ومسؤولين وسياسيين بالمحافظة استقبلوا عمار الحكيم استقبال رسمي. قلوا لي عمار الحكيم شنو الصفة الرسمية اللي عنده حتى يتم استقباله استقبال رسمي؟ التساؤل هنا طرح الناشطين أنه شنو الصفة اللي يتمتع بها الحكيم حتى يستقبلوه بشكل رسمي، وشنو هي إنجازاته غير أنه المحافظة كانت بيد محافظ فاسد يتبع لحكيم باقي فلوسها ونهزم للخارج. فزيارة عمار الحكيم راح تشوفوها بهذا الملف والناشطين اللي قالوا عنه. طيارة خاصة والمحافظ يبوس بي ومسؤولين داير مدايرة ويطب ويطلع، هاي عمار الحكيم. بس اللي صار وراء هذا الشيء اللي حكوا الناشطين عنه هواية واللي صار حدث الساعة بالبصرة، عندنا ناشط من البصرة وجه رسالة إلى عمار الحكيم ذكر بها بالمشاريع اللي تتبع إليه، مشاريع الحكيم الفاسدة واللي سرقت البصرة وأكلت الأخضر واليابس، منهم المحافظ ماجد النصراوي اللي يتبع العمار الحكيم اللي سرق أموال البصرة وانهزم بيهن
ورا ما انكشفت ملفات الفساد مالته، وطالب الناشط عمار الحكيم انه يكف ايدي ذولا عن البصره لانه البصره دتعاني بسببهم. خلونا نسمع. السلام عليكم، تحياتي للجميع. رساله من مواطن بصري الى السيد عمار الحكيم، واتمنى توصل هاي الرساله. سيدنا اهل البصره ما ناسين شركه هو انترناشونال اللي وعدت اهل البصره وجبتها وقلت هاي راح تسوي لكم مشاريع عملاقه وناطحات السحاب، وما سوت اي مشروع وسرقت خيرات اهل البصره. ولا ناسين اهل البصره ماجد النصراوي المحافظ الامين اللي قلت عليه وما نفذ اي مشروع واحد في محافظه البصره، وشرد من جسر الفلته وعليه عشرات ملفات الفساد. سيدنا انت اليوم مو نبي على محافظه البصره ولا وصي على محافظه البصره تعقد مؤتمرات للكفاءات وتجيب عقرب كل ميزانيه الى محافظه البصره. محافظه البصره شافت الويلات من المحافظين اللي خليتهم والفساد اللي فساد المحافظين اللي خليتهم والشركات اللي ما نفذت اي مشروع في محافظه البصره. كافوا كفوا ايديكم من محافظه البصره، لان اليوم البصره تعاني بسببكم انتم. أنا ما يخبلوني غير السياسيين بالعراق لما يسمون مؤتمرات والعناوين مالتها، مؤتمر المصالحة الوطنية ويا من ما أدري بيناتهم، مؤتمر الكفاءات. يا كفاءات، ما كفاءاتك شافوها للبصرة وذكرك بواحد منهم اللي لغف الفلوس وانهزم. ناشط ثاني اسمه حسين الشحماني اللي العالم جماعته حكيم قلبه والدنيا عليه. حسين الشحماني يعتبر زيارته حكيم هي بس حتى يقسمون اللي موجود بالبصرة، وقال انه زيارة الحكيم هي حتى يقاسمون خيراتها، والحكيم ما مرحب به بالبصرة لانه من كان تحت لواء الحكيم وتابع له سرقوا المحافظة ونهبوا خيراتها. خلونا نسمع تعليق على زيارة السيد عمار حكيم الى البصرة الفيحاء، وليش اختاره بهذا الوقت، وشنو سبب تأثير الزيارة علينا كبصريين؟ من حقنا ان نسال، احنا ناس متابعين ومدونين وضحينا وطينا لهاي المدينه. ابو علي، والله من حيث المبدا احنا نرفض هاي الزياره جمله وتفصيلا، والزياره نعتبرها غير مرحب بها. بالتالي احنا نظن ونشك ونعتقد بان جيت للبصره هي تقسيم ما تبقى من البصره وشفط ما تبقى، يعني يعني كل ما هنالك جاي نعتبرها الى قطع الشوارع وازدحام وارهاق القوات الامنيه، صح؟ لا اكثر. يعني يزور بعض الشيوخ، تعرف بعض الشيوخ ما يقعدون ولا يستقبلونه ولا الا اللهم اكو خط اخذ بالكواليس. نعم، بس راحوا للملعب، تعرف شفت الجماهير راحت على الملعب حسب ما يقال ب 25 و 50 يعني كله ديكور في ديكور بدون انا بالجروبات مالاتهم. نعم، اعطوهم فلوس وراحوا، اي تكريم مالهم، ذاك من ذاك راح من كيفه بالمالات راحوا. يا ترى راحوا ابناء البصره يا عمار؟ حكوا لي على الامراض السرطانيه، على التلوث اللي يوقف قبالهم، هم مخرزين اللي يوقف قبالهم ست حلقه ولا يحكي حكايه كلها. اذا نقض ليز السيد عمار الحكيم قبل فتره من الزمن طلع فيديو قال انا مديون وانا مطلوب وانا ما عندي، كانه ما يشتغل يعني بالعلوه مثلا، ما عندي ليش انا بوعت ثرتي وبوعت جاي الطياره، ويعني الامور طيبه، مو مال واحد مطلوب. مديون جايب طيارة خاصة. حسين الشحماني اللي هو هذا عصابة تسمي نفسها جند الحكيم، طبعا كل فترة يطلعوننا جند ما أدري منه، جند الإمام، جند الفلان، جند علانة، سعدنا جند الحكيم. باعوهم ما شاء الله مغطين وجوه، عمي إذا تزلم طلعوها لوجوهكم على شنو مغطي. المهم هاي العصابة توعدت الناشط حسين الشحماني بالقتل. ليش؟ لأنه ساهم بجعل المواطن البصري أنه ما يروح إلى الندوة اللي سواها عمار الحكيم بالبصرة. اليوم هاي العصابة تلقي باللوم على الناشط حسين الشحماني. ليش؟ لأنه ما إجا أي أحد للندوة اللي سواها الحكيم بالبصرة. فالسؤال اللي هنا، هاي مو إرهاب؟ لا، هاي مو إرهاب. دولة ما يتبعون جهة معينة، ما هم مسمين نفسهم جند الحكيم. الحكيم ما يتساءل عليهم؟ لا، ما يتساءل عليهم. ليش؟ الخال ما يقبل. تعالوا نسمع. أنت بلمك قول أنا موجود هنا، إحنا بنخدم موجودين.
إذا ما لين حلوات وردي صرف وفوات مطاردنا جاي تفتر هنا في القبلة يبيلك العباس كل عشر نفرات حاطب المكان وإذا ما شكتك خايز جمال ندق إليك من نال باشر من نال باشر إذا ما تنزل فيديو مقطع فيديو بنفس المكان هناك تنزل بنفس المكان احسب غير حساباتك يبيلك العباس وبابه من نوتك تعوزك على سماحة السيد وعلى شوخ الوادرة هاي دوازينة والليلة ما رفوك حسن وياك هذا حسن حسن الإعلام راسه راس الإعلام راسه وراس الخلفة وهاي هنا موجودين إليك من نال الصبح من نال الصبح يبيلك العباس شلون دولة قانون عندنا تخبل ما شاء الله عليها. اولا يعني هم مبينين شجعان لانهم مغطين وجوههم ما حد يشوفهم فما حد يعرف شكلهم منو، هاي رقم واحد فيحجون من وراء ستار. رقم اثنين اردحتوا يا السياسيين واللي جماعتهم عندهم ميليشيات ويتهددون ويوعدون ومن ضمنهم ذولا جماعتكم اللي انتم تدينون لهم بالولاء كانوا معارضه الى النظام السابق، كانوا برا باوروبا ياخذون رواتب ويشتغلون حمله دار وسبح وغيرها، المهم ما لنا علاقه ايش يشتغلون، بس كانوا برا وعايشين ومتنعمين وانتم بالحصار وما حاسين بيكم، وكذبوا على العالم كذب يا ابو كذب، ومن ضمنها انه العراق عنده اسلحه دمار شامل وجابوا لكم هالاحتلال اللي وصلنا لهالمواصيل، ولحد الان يكذبون بالمصالحه وبالديمقراطيه وبالخدمات وبالنازحين وبالمعتقلين ويكذبون ويكذبون، واحنا عندنا حكومه ملائكيه مثل ما قال جعفر الحكيم الجعفري ابراهيم الجعفري في يوم من الايام. فتخيلوا، فانتوا اذا كنتوا معارضه ليش ما تقبلون الصوت المعارض لكم؟ الناس هنا لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق ويانا من فيسبوك عبد الله التميمي يقول صدق كذب هاي لاني طالب حقوق الناس هيك يصير بي، ومحمد المنصوري يقول الدوله جبانه تخاف من الاحزاب المجرمه، هو شنو يسوى حسين لكونه يطلب بحقوق اهل البصره ويتهدد من قبل جهه جبانه فاسده مجرمه مدعومه من اندال يتاجرون بدماء الشرفاء. أحمد أبو جنات أساليب الجمناء والعبيد ومرتزقة أحزاب وكتل الفشل والفساد والذين يعتاشون على فضلات الحرامية. وزيد الخير يقول دولة أحزاب وميليشيات، فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية اللي هي زيارة عمار الحكيم وكشف الناشطين إلى أتباع تيار الحكيم لما كانوا في المنصب في محافظة البصرة والتهديد اللي صار بحق حسين الشحماني من جهة جديدة اسمها جند الحكيم، ضيفوهن بالقائمة يومكم. أحمد من ألمانيا حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي الجناب كل الأخوة المستمعين. أنا بالعكس يا أخي ليش سيئون الظن سيد عمار؟ أنا أبشر أهل البصرة بأنه جايهم الخير الوفير. أستقولون لي شلون؟ خلوني أفصلكم. واحدة من الأمور اللي راح تروح للبصرة هو عندما طلب الأمريكان من الميليشيات الولائية الموجودة في جرف الصخر بالخروج إلى إيران، قالوا إحنا ننهي المصانع لتصنيع الأسلحة والطائرات المسيرة ونبقى هنا الكتائب والعصائد نحمي الإمام الغائب، لأن انتقل من برمودا إلى جف الصخر. والآن السيد عمار الحكيم ذهب إلى البصرة ليهيئ الأرضية في البصرة لانتقال القائم عجل الله تعالى فرجه إلى البصرة، فاستبشروا خيرا. هذا واحد. نعم. السياسيين كل، والله أنا أتكلم عن مصادر الموثوقة، المصادر الأمريكية الموثوقة. نعم. هذا حجة الكتائب الولائية في جف الصخر. نعم. الأمر الثاني، هؤلاء السياسيين كلهم أنجاس وإن اختلفت ألوانهم فلا تأملوا منهم خيرا. هذا اثنين. الشيء الثالث والأخير، أخوي حسين أنت ممكن يتحرشون بك ويهددوك بالقتل. أنا قاعد هنا بألمانيا أقول لهم أنتوا ما تقدرون، أنتوا جماعة جند الحكيم ما تقدرون. افتهموا كلامي زين. السلام عليكم شكرا ورحمة الله وبركاته. شكرا 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 لك أخ أحمد. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عمي أفل وياك أبو عمر تشرين من الناصرية. حياك الله. نصحتك. طبعا على هذا عمار الحكيم طبعا عتبي على هذا العيداني يبوس براسه جل ولا يقول لك صدق ابو المثل يقول لك الطيور تقع على اشكالها زين. وثانيا هاي ميليشياته تهدد بالشحماني تدل من الرجال عمي
انتوا يعني كافي بوق وكافي دمار دمار الشعب دمار. انت شنو عمار؟ انت شنو عمار؟ شنو اكو واحد فيك فلس انت واحد ساقط وعندك ملاهي كبيرك الله قال لا وانت اول ديال ايران تابع. اسمعني يا سافي ابو عمر ابو سافر. عمر واحمد والجماعه اللي راح يتصلون ارجوكم يعني انطي رايك بس خلينا لا نتجاوز على اي شخص مهما يكون هذا الشخص. لا والله جاوز علي لا ما مقبول ابو عمر اعذرني ما مقبول تعرف ليش ابو عمر ما مقبول تعرف ليش؟ لانه اكو ناس دشوفنا اكو عوائل دشوفنا. خلي شوفنا ما يخالف احنا نحكي الحق ونحكي الباطل جاي نحكي الحق. انت شنو جايتك للبصره؟ عندك البصره ايه البصره سويتوا بها جاي تخاسمون مو عيب؟ نعم انتم اللي شاهدتوا انتم دمرت العراق. شنو عمار انت؟ شنو انت طفل انت اصلا؟ نعم هو دمرت الشعب البصراوي دمرت الشعب العراق كله برمته. نعم شكرا 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 لك اخوي ابو عمر. نروح الى ملفنا الثالث ونحكي به هنا عن انعدام الخدمات. هاي القضيه اللي حكينا عنها هوايه وتقريبا اغلب حلقات صوتكم لازم اكو ملف هو انعدام الخدمات. نبدا ببغداد نروح تحديدا الى مدينه الصدر. وين مقتدى يجي يشوف الحال بيها؟ ماكو. المهم اكو برك مياه شرق العاصمه بغداد كبيره داير ما داير مدينه الصدر من جهه القناه، واكو اتهامات لحكومه محمد الشياع السوداني بالاهمال، اهمال حكومه الاطار التبعي المتعمد وانتشار المستنقعات والبرك ومياه آسنه والسكان يعانون ما يعانون رغم وجود ميزانيه انفجاريه مثل ما يسمى، وكذب الاعلام الاطاري بان الحكومه الحاليه هي عبارة عن حكومة خدمات. فتعالوا نشوف الخدمات تفرجوا. هذه مدينة الصدر من جهة القناة. يقولون حكومة محمد الشياع السوداني أنجزت وسوت وعمرت. هذه حال مركز بغداد مدينة الصدر. هاي مقدمة وبداية مدينة الصدر وهذه القناة. هذه القناة اللي أكملها الكاظمي. هذه إنجازات حكومة السوداني. هاي الميزانية الانفجارية وهذه حال مدينة بغداد ومدينة الصدر. تخيلوا بلاد ما بين النهرين، بلاد الرافدين، العراق اللي كان بيه دجلة والفرات قلت المناسيب، وأكو دراسات تقول 2025 فما فوق أنه النهر راح يجف بالعراق أو دجلة والفرات راح يجف بالعراق. فتخيلوا أنه الحال بالعراق أنه النهر ينجفن بس عندنا برك مياه آسنة ما شاء الله. نروح إلى قضية أخرى، هاي القضية نحكي بها هنا بهذا الفيديو عن مشكلة تلوث المياه بالعراق وراء انتشار المياه الآسنة وبرك المياه. ناشط من محافظة البصرة يشكو من تحول أنهار البصرة إلى اللي تصب هاي الأنهار عفواً بشط العرب، إنه تحولت هاي الأنهار إلى مجاري أو أحواض لتصريف المياه الآسنة إلى شط العرب، وهو السبب اللي دا يصير أكو تلوث بمياه الشرب وبمياه شط العرب. خلونا نشوف. هو الأربعاء الموافق 10/5/2023 من مركز محافظة البصرة من منطقة العشار منطقة الرباط، وهذا هو نهر الرباط اللي هو متفرع من شط العرب. شط العرب بعد ما حاجة أقول ما هو شط العرب وأين يقع شط العرب. هذا النهر متفرع من شط العرب. رسالتي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وإلى السيد وزير الصحة وإلى السيد وزير الموارد المائية وإلى السيد وزير البيئة، أخواني إذا كانت صحة الإنسان تهمكم فهذا النهر من أكبر الملوثات اللي تدخل لشط العرب، وبالتالي تنقل آلاف الأطنان من المياه المجار الآسنة ومن النفايات مكب نفايات. حقيقة شط العرب في يوم من الأيام كان وتفرعات شط العرب وتفرعات شط العرب من الأنهار بما فيها نهر الخندق نهر الرباط نهر العشار وغيرها من الأنهار، الكثير من الأنهار كان ينافس
نهر الراين في ألمانيا وينافس نهر التايمز في لندن والكثير من الأنهار، وكذلك نهر لا لورا في فرنسا. حقيقة هذا شط العرب الخالد، شط العرب مصدر مائي، شط العرب هو مركز التجارة العالمية. هذه المنطقة اللي بظهرنا الآن تكون منطقة المعقل ومنطقة العشار، هذه المناطق كانت مناطق مركز تجارة عالمية، كل العالم بما فيها أوروبا كانت تصل إلى هذه المناطق. ولكن اليوم مع كل الأسف هذا النهر اللي هو نهر الرباط أصبح من الملوثات الكبيرة التي تصب في شط العرب دون حلول. أين دور وزارة الصحة؟ أكو دول بالعالم كانت ملوثة ومدن ملوثة، يجوها حكام يفكرون شلون يقللون نسبة التلوث لأنه مؤثر على صحة الإنسان وقالها، بس هم القطاع الصحي أصلا هم ما مهتمين به فيهتمون بهاي الأشياء. بس أكو وزير بالعراق اسمه وزير الموارد المائية، حبيب قلبي هاي تابعة إليك، وأكو آليات تستخدم في وزارتك هي آليات لكري أحواض الأنهر. كري يعني تنظف الجرف من الطرفين والحوض من جوا من الوسخ من الزبالة من الملوثات بشكل عام، حتى تحافظ على درجة نقاء معينة ويكون النهر نقي. فأحب أقول له وينهن فلوس الوزارة رقم واحد، رقم اثنين شو الحواض مال أنهر مال العراق؟ مو بس هنا، بكل مكان عبارة عن صدق مكب نفايات، والعالم كله تفكر شون تنقي المي إلا بالعراق اللي بي نهرين راح يجفن، وبي شط العرب اللي هو ملتقى النهرين، وهذا حاله. هنا الناس لما شافت هاي الفيديوهات واللي دا يصير علقت على هذا الموضوع. أول تعليق من فيسبوك يعرب الطاهر يقول كل الأنهار في البصرة أصبحت مكب للمياه الثقيلة. أبو عقيل البومشيمش يقول أحسنتم، وزارة البيئة مجرد تسمية تأخذ مستحقات وزارة ولم ولم ولم، يعني كش ما سوت. سيد ناصر الموسوي يقول أحسنت، إيراد حملة على كل الأنهار، تنظيف وكري ومتابعة من قبل المسؤولين على هذا العمل. ومزاحم عباس عبد الله الحسين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إحنا في 2023 وهيج قضايا ممعالجينها. فالقضية اللي دا يحكون عنها إنه يقول لك يعني ذكرني بوزارة البيئة، وزارة البيئة تهتم في بيئة البلد، ووزارة الموارد المائية تهتم في الأحواض المائية اللي موجودة بالبلد بحيرات وأنهر. بس وزارة الموارد المائية ما شاء الله وذكرناها بالحلقة الماضية دز كتاب خروج بحيرة حبانية عن الخدمة، وأدها أنهر عبارة عن مكب للنفايات ومياه الصرف الصحي اللي هي عبارة عن ملوثات 100%، وهاي تسبب كوليرا وملاريا وبلهارسية وبعد 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 من الأمراض، عدد تلوثات، عدد تسمم، عدد انتشار الطحالب السامة، عدد القضاء على البيئة الحيوانية بداخل الأنهر. فهاي كلها عبارة عن ملوثات، إضافة أنه إذا قضيت على البيئة الحيوانية أو الثروة السمكية اللي موجودة داخل الأنهر، فأنت قضيت على فئة كبيرة خصوصاً بالبصرة من صيادين السمك اللي مصدر رزقهم هو النهر. فتخيلوا حال العراق سنة ورا سنة ايش دي يصير. كل دوائر العالم، كل قوانين العالم، أي موظف يشتغل فوق ال 15 أو فوق ال 20 سنة هذا يدخل مباشرة بقانون التقاعد إكراماً للجهد، أو على أقل تقدير يطوم مكافأة نهاية خدمة، أو شيء حسسه بجهده كهدية مثلاً بالجهد اللي بذله. لكن أبو عادل هو من أهالي محافظة المثنى. تخيلوا أنه هذا الشخص اللي اسمه أبو عادل كان موظف بالكهرباء 25 سنة، طلعوا لا راتب لا قطعة قاع ولا هدية ولا مكافأة نهاية خدمة، وهذا حالة اللي راح تشوفوه لدرجة أنه يقول الأكلة الزينة تصعب عليها. تعالوا نشوف حال أبو عادل. حياكم الله أحبتي المتابعين. أبو عادل خدم الدولة العراقية 25 سنة في وزارة الكهرباء، وعنده 7 سنوات هو جندي هم خادم الدولة العراقية، هاي 32 سنة. بالأخير من كمل ذن ال 32 سنة قالوا له امسح ايدك بالحائط واطلع، الزم الباب، كل شيء ما إلك.
لا تقاعد لا مكافأة لا قطعة. وهذا السؤال ينطرح الوزارة الكهرباء، هذا هو الجزاء اللي يخدمكم مثلا؟ شاتة طلعت كل شو ماكو. ايه والله. ليش بعد امر دولة هاي؟ ايه امر دائرة. شلون ليش؟ ايش قد خدمت انت؟ والله ما صور فوق لها. اي 25 مدري 20 مدري اكثر مدري. والله ما صور. اي اي طلعت فراغ. كل شو ما طوك ما طوك ولا قد القضاء حشاك. ليش؟ تكدي ليش؟ اقول لك هم امر يمهم يمهم الان. هاك امش اول ما صرت يعطونا حتى الدينار من يجسمون يعطون اياه. خوش تالي خربطوه. اي الدور يعطونها الدور قطعوها كل شيء. قطعوه كل شيء الله وكيك وبيسلمون. انا ظل اتنوى. ليش طلعوك؟ هم طلعوك قالوا لك لان كبير انت طلعوك؟ هم طلعوا نقلونا والما نقلة فايض سبوني. خوش سووا لك فايض وخدمته راحت. راح والله كل رهيت انا مو مستلمني. انا غشي ما عندي خبره. ما تعرف بهاي الامور؟ اي والله ما اعرف. تعالوا نحسبها حساب عرب. 25 سنه ابو عادل يشتغل بالكهرباء بالمثنى. 25 سنه احنا بال 2023. 2003 صار الاحتلال ذني 20 سنه، يعني ابو عادل يشتغل بالكهرباء قبل الاحتلال. بالوقت اللي لا كان اكو محاضر مجاني ولا كان اكو موظف عقد ما يستلم راتب ولا كانوا اكو ناس تداوم باماكن وما عندها رواتب. فيعني هو موظف 25 سنه خدم، اقل تقدير انه ياخذ تقاعد. اقل تقدير، اقل تقدير الى عمره، اقل تقدير الى جهده، اقل تقدير الى الفتره الزمنيه اللي اشتغلها بالدوائر، اقل تقدير الى انسانيته، واقل تقدير من السلطات والسياسيين والمسؤولين الى عراقيته لانه هو اخونا بالبلد. بس هذا حال الموظف العراقي، وابو عادل اكبر مثال على هذا الدليل. مطالبات الموظفين بتعديل سلم الرواتب ده تزيد وده تصعد يوم ورا يوم، لانه صارت الرواتب ما تكفي سد رمق العيش، والناس بدت تجوع بسبب التضخم الكبير، بسبب الغلاء، بسبب اللي صاير بالعراق واللي الكل تعرف به. مو احنا بصدد نشرح اللي صاير بالعراق شنو. عندنا ناشط من ناحيه العباسيه بمحافظه النجف التقى ويا مجموعه من عمال النظافه وينقل لكم معاناتهم بسبب رواتبهم اللي اقل ما يقال عنها زهيده. خلونا نشوف. حياكم الله عمي، شلون الصحه؟ شلون اموركم يا ابطال؟ اريد اسالك سؤال بالله. تفضل. رواتبكم ايش قد يا عمي؟ رواتبنا 260. 260 و220 همين؟ لا والله 250 طن داخل شهر. ها مو 260 والله 250. قصوكم على اليمن ما ندري. ما اعرف على اليمن قصوكم. ها اي والله. جاولكم انتم ثبتوهم من ثبتوهم وذلوهم ولكم ما تستحون من مال ابهاتكم. واحدكم ياخذ له مليونين و12 مليون و24 مليون، وهذا الزلمه وكلها عمال البلديه 220 260 والله ما تستحون شانكم. عمي معودين خلى الله بين عيونكم يا معودين، النهار كله هاي زبالتكم حش السامع يلموها هم. جاهية هاي الله يوفقهم، خلى الله بين عيونكم. يستاهلون أكثر من 800 ألف، أكثر من 900 ألف عامل البلدية يستلم 220 ألف. تردون تذلوهم يا معودين؟ الله خلوه بين عيونكم. واحدكم عدت بريدو سيارته كلها بخيخ ويستلم 12 مليون والحكي عارفة المن راح يوصل. من 220 ل 260 عدد الاستقطاعات ورا ما يستقطعوها ايش قد تصفى. يعني اذا تحسبوها بالسنه راتبه 1000 دولار بالسنه كلها 12 شهر 365 يوم 365 يوم مهندس النظافه، هذا اسمه مو عامل نظافه، يشيل زباله اللي عايشين بهالمدينه على الاقل كرمشيباته. الناس لما شافت هذا موضوع علقت على هذا الشيء، وأول تعليق أحمد النجفي من فيسبوك يقول والله جريمة، ناس تطلع من الساعة 6 الصبح للساعة 2 الظهر وأكو ناس ما حد يشوفها يستلم ملايين. أبو سجاد القرعاوي يقول الله ينتقم من كل ظالم، نطالب بتطبيق سلم رواتب عادل
كباقي الوزارات. رياض الراضي يقول ظلم، والله ظلم، يجب تعديل سلم الرواتب لأنه سالم ظالم وغير أو سلم ظالم وغير منصف. وأحمد آل داود يقول سلم الرواتب مطلب شعبي لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الموظفين. وكانت هاي التعليقات حول قضية سلم الرواتب. وتخيلوا أنه مهندس النظافة اللي أكو بلدان تعطي أعلى راتب بالبلد لأنه دا يتعامل ويا فضلات الإنسان، هذا حاله بالعراق. أم عمار من ديالى حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي؟ هلا بيك يما، هلا بيك. أني من ديالى. والنعم منك ومن أهالي ديالى كلها. الله يعزك، إحنا بلدنا إلى الهاوية. نعم. وماكو كل شغلة. نعم. والله سبحانه وتعالى إن شاء الله نهايتهم قريبة بإذنه تعالى. نعم. لأن تعبنا وشبابنا صاروا شياب من الضيم والقهر والشغل والعمالة. نعم. وهم خريجين. نعم. عندي معاملة ابني مصاب من 2007. نعم. من 2017 لحد الآن أمشي بيها ولحد يوميا طلعي لي كتاب، كتابنا وكتابكم. نعم. يطلعون غلط، يطلعون تطلع نقص. يعني كأسوك طلعوا ليها مو على البال ولا على الخاطر. ولحد الآن أنا رب العالمين شهد علي آخر شطة في المحامي، والمحامي من لحد الآن ما سوى شيء. نعم. أو طلعوا لي. نعم. مرة مسألة عدالة، مرة الأمن الوطني، مرة مؤشر أمني، مرة وهاي تروح وتجي وترجع النقص. ما أنت شو تسعة شهور ما بعد كتب. نعم. ليش؟ نعم. ليش بتعطى إفتنا؟ ليش؟ ليش دكتور التزوير وباليمين الباطل سوتوا لهم معاملات كاملة ومشوتوهم بياخذون متراكم بياخذوا الرواتب واخذوا جراحين واخذوا سيارات؟ ليش احنا صارنا من 2007 نقر ماكو؟ نعم. زين هاي وحدة. ثانية نرجع للدوائر، دائرة البابو اللي يطلع سند، سند ماكو. ليش جو الأعضاء اكو 150,000؟ ليش هيك بدون يعني كرسومات؟ يعني ام عمار فعليا هسه اللي يروح دائره الطاب ويريد يسجل بدائره التسجيل العقاري اي عقار ما يقدر يسجل الا يدفع رشوه؟ اي والله العظيم. ربي يشهد عليه كل واحد راتبه 700,000، ربي يشهد قاعد لك بفيله واخر مجه سياره، ربي يشهد عليه هو شوف عيني يعني. نعم. زين اريد اطلع ميزانيه مال كهرباء، ما عندنا ماكو ميزانيه. نعم. ماكو مزيان اجيب هدد اقول طابو ماكو. زين ردنا الجواز الابني قاعد يستنى ومسافر عن ما عنده قفل انتهاء الجواز، ماكو يجدد الجواز، يقول له ماكو. طيب يدفع 300 جو العضاء سميها هي ماكو. نعم. جواز معلوم 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 معلوم. شكرا. يعني انت شو من دوار قاعدين بس على الرشاوي؟ نعم. شكرا 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 لك ام عمار، اللي كل اللي قلتي صحيح، لانه الناس لما تطالب سلم الرواتب لانه فعلا ظالم، وخصوصا للعالم اللي خدمت 30 و40 سنه واساتذه الجامعات والضباط والمهندسين والاطباء والدكاتره والصيادله اللي يطلعوا ما يلقى تقاعد، واكو هوايه من عندهم راتبه 300,000 و350 و400,000. ليش؟ ما ادري. المهم تعديل سلم الرواتب صار هذا الهاشتاج أو الوسم بالفترة الأخيرة هو المطلب الرئيس لهواية من شرائح المجتمع، خصوصاً اللي رواتبهم أقل ما يقال عنها أنه معدمة، ولذلك جاي تستمر المطالبات بتعديل سلم الرواتب. وجبنا لكم بعض التغريدات اللي تحكي عن سلم الرواتب وهاشتاج تعديل سلم الرواتب. بهاء فرج على تويتر غرد تظاهرات الموظفين هي ليس الضغط على صعيد الشارع فحسب، بل غياب كل موظف يعني إضراب وعصيان مدني في نفس الوقت، ومن المستحيل فصل كل هذه الأعداد الكبيرة وتوظيف غيرهم، لذا فليس هناك حل إطلاقا غير الاستجابة لهم بأسرع وقت وتلافي الخطر. الغريبي يقول المشكلة تكمن إذا استجابت الحكومة وأقرت مقترح سلم الراتب أو الرواتب، فإن سياسة رشوة المجتمع سوف تنتهي وتتأجل لحظة المواجهة الحتمية إلى إشعار آخر. صالح الحمداني هاشتاج تعديل سلم الرواتب هو تطبيق لعدالة تتطلبها الديمقراطية والدين وحقوق الإنسان والسلم المجتمعي. وعلي نوري يقول ثورة الموظفين قادمة، نطالب بسلم رواتب عادل، فلوس التماثيل انطوها للموظفين. بس يا تماثيل، خاف تقصد النصب اللي سواه بشارع دولي وحطوا دجاجة وجوابيضتين، أو النصب اللي سواه بالبصرة إلى أسد من الحشيش وما يطلع من حلقة كأنما نصب إلى دولفين أو ما أعرف. المهم فكانت هاي التغريدات على هاشتاج تعديل سلم الرواتب. سلم الرواتب مهم
لأنك بسلم الرواتب تعطي حق. تخيلوا اللي يجي نائب بالبرلمان وانت ما تعرفه، وأنا ما أعرفه وغيرنا هواية ما يعرفه، عدا بعض هاي الأسماء اللي تكررت من 2003 لليوم خرقا للقوانين، والخسران يفوز ويصير رئيس وزراء مثل ما صار نور المالكي ومثل ما صار غيره، والفايز يطلع برا ومثل ما صار بحكومة الإطار اللي كانت الانتخابات المزورة اللي ما راحوا لها العراقيين وما صوتوا، وطلعت القائمة الفائزة هي التابعة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ب 71 مقعد، وما شكل حكومة لأنه جماعة الإطار رفضوا وجماعة الإطار هم شكلوا الحكومة. فيبدو أنه الديمقراطية بالعراق الخسران يشكل حكومة والفايز يقول له ألزم الباب، ما يكفيك أنت فزت بالانتخابات تريد تشكل حكومة، ما تستحي بابا. المهم فتخيلوا ذولي وراء 4 سنوات راتب عالي، جواز دبلوماسي، حمايات، سيارات، بيوت، قصور، ويشتري فيلل في دول العالم وسفرات، وأهل عايشين برا ويتنعمون بفلوسكم. ذولا رواتبهم التقاعدية ما شاء الله فوق 30-40 ألف دولار، والموظف اللي يشتغل 10 و20 و30 سنة ويتشد ويتعب حتى يوكل أهل بيته مثل أبو عادل اللي اشتغل بالكهرباء 25 سنة ما يطلع لراتب أصلا، مثل أستاذ جامعي يشتغل ويخرج أجيال من السبعينات إلى الاحتلال يطلعوا تقاعد وراتب التقاعد 350، مثل الطبيب أو الصيدلاني أو المحامي أو القاضي اللي اشتغل في مؤسسات البلد وتعب لخاطر البلد وبنى البلد يطلع براتب أقل ما يقال عنه أنه مو راتب، تفاليس. هاي حلقتنا كانت لبرنامج صوتكم لهذا المساء، نتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بس مباشر الجمعة. في أمان الله.